التجربة الوزارية ديالك لأن الزهر ارتبطت بواحد المسألة كانت أثارت الجدل في حينها في شي مجلس حكومي، كانت أثارت القضية ديال الأذان، وكان تسرب بأنه الوزيرة نزهة الصقلي آنذاك كتقول لهم خاص خفض أو تخفيض الصوت ديال الأذان. شي كان صح ولا خرج بشي صيغة ماشي هي هذه؟ هذه كانت واحد الحكاية ولا واحد الأسطورة كبيرة صنعوها البعض اللي كانوا باغيين يجعلوا حد للمسؤولية ديال نزهة الصقلي المناضلة المدافعة عن حقوق النساء. سمعت كلام بحال انه نزهة الصقلي تصرات العيالات، نزهة الصقلي يعني دفعاتهم كذا الى اخره. كان من الضروري تصرات، تقولوا لي تصرتي العيالات، وانه خص يتجعل حد للوجود ديالها داخل الحكومه. وبالتالي كان البحث على صنع حكايه اللي يعني نشرات في جميع المساجد وجميع الأماكن يعني وصبحت قضية ماشي غير وطنية، قضية عالمية. كنت كنتوصل بهذوك لي زارتيكل في العالم كامل بلا بشي لغات اللي ما كنعرفهاش. شنو كانت الحقيقة؟ لا، هما كيقولوا انني تيقولوا انني طلبت منع أذان الفجر. منع أذان الفجر، منع أذان الفجر. في الوقت اللي كانت نقاش عادي كان فيه شنو ما المميزات التقنية ديال بناء الجوامع. وانا سألت سؤال بسيط، قلت لهم واش كاين كذلك مميزات تقنية فيما يخص يعني الصوت ديال باش يكون توحيد ديال الأذن فقط؟ وجاوبني انا ذاك الوزير انه هادشي موجود، وانه كاين في الدليل ديال يعني المدنين كاين في ذاك الدليل ديالهم، كاين تيقولوا لهم تيوصيوهم باش في الفجر يعني بالأخص بقرب من المستشفيات وبين الأماكن اللي فيها السواح وأمور بحال هذا الشكل، أنه كاين تخفيض الصوت. إذن ما كانت فيها لا حكاية ولا دباز ولا، ولكن جعلت قضية بسيطة عادية، جعلت منها واحد القضية اللي هي شكون في نظرك وراء هذا الشيء؟ إيوا الناس اللي ما كيبغيوش حقوق النساء، اللي عندهم الحساسية ضد حقوق النساء. شكون؟ بحالي أنا.